خارج الكره صلاح على الهدف الاول 1-0 للفريق المصري. هو صلاح مول يا صلاح، العب يا صلاح، دندن يا صلاح، متعهم يا صلاح، فرحهم يا صلاح، تاريخ يا صلاح. محمد صلاح يستثمر هدف وكره خطا في الدفاع السعودي. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. الحضري تاريخ. احترز كرة خطيرة، ما فما شيء، ألعب كرة والحكام يقول ضربة جزاء ثانية. رولدان الفرج وفرح للسعودي. أخيرا السعودي يسجل بعد أن هرم سنوات، بعد أن انتظر السنوات. علي من اختير، واحدة اثنين، الدفاع والكرة مرت سليمة، مازال خطر، مازالت الخطورة وفرصة. الهدف الثاني السعودي قاتل، كرة غدارة، بيتزي يكسب الرهان أمام راؤول هكتور كوبر جابان. مصر 1-2 في ماتش قمة، السعودية استالت فيها.